شكرا جزيلا. وأيها السيدات والسادة نيابة عن كندا، أنقل لكم تحيات رئيس الوزراء، ونود أن نشكر جلالة الملك عبد الله الثاني من المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام على تنظيم هذا المؤتمر في هذه اللحظات الحرجة. وطبعا كما أبدعتم عن اهتمامكم وعن الوضع الإنساني في غزة وما يحدث بعد 8 شهور من الحروب، ما زال المدنيين الفلسطينيين يعانون، حوالي 36 ألف قد قتلوا، وهناك أكثر من 180 ألف شخص قد جرحوا. يجب أن تنتهي هذه الحرب وبشكل فوري، وأن يكون هناك وقفا دائما لإطلاق النار، ووقف فوري وإطلاق سراح للاجئين، وأن يتم الالتزام بقرارات مجلس الأمن والتي تم تمريره ليلة الأمس، وأن يكون هناك خطة من 3 مراحل لوقف إطلاق النار. طبعا هذه أتت بعد معاناة يومية للشعب الفلسطيني وما حدث في مخيم لاجئين النصيري. لا يوجد لدينا وقت الآن لأن نتحدث كثيرا، يجب علينا أن نتخذ أفعال. منذ 7 أكتوبر قامت كندا بتوفير الدعم الكبير اللامتناهي من أجل توفير خدمات الدعم الإنسانية. الدعم طبعا يتحدث عن إعادة إعمار للمستشفيات في رفح أيضا، ونحن نرحب النقاشات التي تحدثت عن إعادة الإعمار، والتي يجب أن يكون ضمن إطار سياسي متكاملا، وأن يكون هناك حلا جذريا، وهذا الحل يتمثل بحل الدولتين والتمسك بهذه الحلول وبحقوق الفلسطينيين أيضا، وتوفير الخدمات مثل الخدمات الصحية وخدمات التعليم والاتصالات، وأيضا أن يكون هناك طبعا تنسيق دولي أيضا. ولا ننسى أيضا العمل الجبار التي تقوم به المنظمات الفلسطينية، منظمات الخدمات المجتمعية. يجب علينا أن نعترف بهذه الخدمات، وأيضا أن نؤكد على تضافر الجهود الدولية أيضا لإيجاد حل. يجب أيضا أن نعزز من إمكانية وسلطة السلطة الفلسطينية. لا نستطيع أن ننكر الوضع المأساوي في الضفة الغربية، وبضرورة حماية المواطنين الفلسطينيين والنازحين والذين هم عرضة للنزوح بشكل متكرر وبشكل يومي. كندا مستعدة للعمل معكم جميعا هنا، ويجب أن ننهي هذه المأساة الإنسانية، ويجب أن نؤكد على استمرار الدعم الإنساني. المواطنين في غزة يحتاجون لهذا الدعم، ويجب أن يأتي هذا الدعم سريعا. شكرا جزيلا.